السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، سنناقش في هذا اللقاء موضوع أن كل شيء مكتوب على الإنسان. هل هذا يتعارض مع العلم والمنطق ومع حرية الاختيار ومع عدل الله تبارك وتعالى؟ من خلال الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم سنحاول معالجة هذه القضية على ضوء القرآن والسنة وعلى ضوء المنطق أيضا. الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد من وراء هذا الحديث؟ هل هي مجرد معلومة؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم فقط كمعلومة، أو ليخبرنا حقيقة لمجرد أن نعلم ذلك، أم أن هناك هدف أكبر بكثير؟ هذا ما سنتأمله من خلال تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جزء من إيمانك أخي الحبيب هو أن تؤمن بالله. الإيمان بالله ليس مجرد أن تقول أنا آمنت بالله هكذا، لا، أن تؤمن بصفات الله، بأسماء الله الحسنى، أن تؤمن بقدرة الله، بعلم الله، وتؤمن أن الله يعلم الغيب. فبما أن الله يعلم الغيب فهو يعلم طبيعة هذا المخلوق الذي خلقه عز وجل، كيف سيكبر وكيف سيؤمن أو يكفر وما هو مصيره إلى اللانهاية. كل شيء يعلمه الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. فعلم الغيب عند الله أخي الحبيب لا يتناقض مع عدل الله. يعني سأعطيك دليلا على أن الله لم يظلم من كفر به. اليوم انظر إلى أي ملحد حول العالم وقل له: هل هناك قوة تجبرك على الإلحاد؟ سيقول لك: لا طبعا، هو اختار هذا الطريق بنفسه. طيب، هل هناك إكراه تشعر به أنك غير مؤمن وأنك يجب أن تكفر؟ سيقول لك: لا، أنا استخدمت عقلي والمنطق واستخدمت فلسفتي الخاصة ووصلت إلى حقيقة بالنسبة له أنه لا يوجد إله للكون ولا يوجد دليل علمي على وجود إله للكون، وبالتالي أنا لا أؤمن بإله للكون. طيب، بالله عليكم، مثل هذا الشخص، هل الله أجبره على ذلك؟ أكيد لا. والملحد هو بذاته بلسانه يقول لك: أنا لم يجبرني أحد. لأنك أنت جرب، طبق هذا الأمر على نفسك، طبق حرية الاختيار على نفسك. تستطيع أن مثلا تفعل فعل فيه خير. إذا جاءك إنسان فقير يطلب مساعدة، تستطيع أن تعطيه شيئا من المال وتستطيع أن تمنعه. طيب، من الذي يتحكم في سلوكك هذا؟
طبعا تفكيرك وعقلك وقناعاتك ونظرتك للحياة والتحليل المنطقي أنت الذي يعني تمارسه تصل إلى نتيجة أنني لن أعطي هذا الفقير وسأحتفظ بالمال لنفسي، أو أن تفكيرك يوصلك إلى أنه يجب أن أعطي هذا الفقير وأتعاطف معه ابتغاء وجه الله مثلا. طيب ما الفرق بين هذا السلوك وهذا السلوك؟ فإذا هنا يظهر أو تظهر حرية الاختيار الكاملة. فإذا أنا لا أرى أي تعارض ولا أرى أي صعوبة في فهم هذه القاعدة، أن الله يعلم الغيب، أعطاك حرية كاملة. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هي حرية اتخاذ القرار، تستطيع أن تؤمن أو تكفر، تعطي أو تمنع. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الإنسان ظلم نفسه، جهل المستقبل الذي ينتظره إذا خالف أوامر الله، وبالتالي حمل هذه الأمانة ورضي أن يكون خليفة في الأرض ويتصرف في هذه الأرض، رضي بذلك. والدليل أنك إذا سألت أي إنسان على وجه الأرض يقول لك أنا لدي حرية مطلقة، أفعل ما أشاء، يستطيع أن يشرب الماء أو لا يشرب، يستطيع أن يشرب اللبن أو الخمر مثلا. فإذا ماذا، أعود للسؤال، ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام من وراء هذا الحديث حسب اعتقادي؟ طبعا انظر أخي الحبيب، النبي الكريم أرادك أن تعيش حياة مطمئنة، وأراد أن يجعل سلوكك مستقيما وأن تستقيم على أمر الله، وأرادك أن تكون متفائلا في الدنيا والآخرة من خلال هذا الحديث. كيف؟ أنا عندما أعلم أن هناك أناسا كتب لهم الحصول على مبلغ مالي، مكافأة، طبعا مجموعة كبيرة من الناس في مصنع مثلا، ولكن هناك مكافأة لي مثلا 100 شخص من بين 10,000 شخص، كل واحد يتمنى أن تكون هذه المكافأة من نصيبي، وهناك عقوبات أيضا، كل واحد يتمنى أن يبعد العقوبة عن نفسه. طب يا هل ترى ما هو إحساسك عندما يقول لك صاحب العمل إن هذه المكافأة، صحيح هي مجهولة، أنت لا تعلم من سيأخذ هذه المكافأة، ولكن الطريق إليها سهل جدا، وهو أن تقوم بهذه الأشياء 1، 2، 3، 4، والعقوبة ستكون لمن لا يطبق هذه الأوامر والنواهي؟ أي إنسان عاقل حقيقة أول شيء يتفاءل بالخير ويبدأ بتطبيق هذه الأوامر والنواهي ليكون هو من بين هؤلاء الذين كتبت لهم هذه المكافأة، وكل واحد سيسعى. يعني حتى لو أخبرك أن الأسماء محددة مسبقا فأنت ستسعى يقينا إلى هذه أو على الأقل ستسعى للنجاة من العقوبة.
طيب أنا الآن علمت أن الله كتب لأناس محددين الجنة وأناس أيضا محددين النار. أنا بفطرتي لا أحب أن ألقى في نار جهنم، أنا أخاف من النار، أنا لا أحب أن أتألم، وكل إنسان كذلك، ولكن أحب أن أتنعم في الجنة، أحب أن أحصل على هذه المكافأة. طيب ما هو الطريق لذلك؟ هو أن تؤمن بالله أولا، أن تبحث ماذا يريد الله مني، لماذا خلقني وماذا يريد مني، وكيف سأكون أنا من بين هؤلاء الذين كتبت لهم الجنة. فتجد أن سعيك سيزداد وأن ثقتك ستزداد بالله عز وجل، هذا إذا كنت صادقا. ولكن الإنسان غير المؤمن الذي لا يؤمن بالله أصلا ويشك بموضوع الجنة والنار، يقول لك ما دام الله كتب على الناس إذن أنا كتب علي النار ولن يتغير، إذن أنا لن أعمل، سأكفر بالله، وإذن الله سيظلمني، إذا كان هناك إله إذن أنا الله سيظلمني. هذا إنسان يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس. لماذا؟ لأنك جربه في الواقع، حاول أن تقول إن هناك حكما صدر ضدك بغرامة معينة، يعمل ليلا نهارا لينجو من هذه العقوبة. قل له هناك زلزال سيحدث أو حريق قريب منك، سيهرب فورا. يعني هذا يدلك على أن كل إنسان يجلس في مكانه ولا يؤمن بالله ويدعي يقول الله كتب علي ذلك، هذا إنسان يكذب على نفسه، لأنه لو كان لديه يقين بوجود النار لهرب منها. أنت إذا كان هناك خطر سيقترب منك تهرب منه بلا شك، أي واحد يفعل، يعني رد فعل غريزي طبيعي هذا الأمر. فلذلك نحن عندما نعلم أن الله يعلم كل شيء، هذا يزيد من ثقتنا بالله سبحانه، وهذا أمر منطقي. يعني غير معقول أن إله خلق الكون وخلق الخلق ولا يعلم المستقبل، لا يعلم الغيب. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو أنه أخبرنا أن الله لا يعلم الغيب كان كارثة. كيف يعني يكون إلها وهو الذي خلق، أصلا خلق الماضي، وهو خلق الزمن، أصلا هو خلق المستقبل. ما هو الغيب؟ هو علم المستقبل. فإذا كان هذا الإله العظيم هو الذي خلق المستقبل، كيف لا يعلم المستقبل؟ كيف لا يعلم ماذا سيحدث بعد ملايين السنين وهو خالق الزمن أصلا؟ لدي آية في القرآن، استمع معي أخي الحبيب، تظهر لك هذا المعنى الدقيق. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كيف رد عليهم القرآن؟ ماذا قال لهم؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طب هنا لماذا اعتبر القرآن كلامهم كذبا؟ لأنهم فعلا لو كان لديهم إيمان بالله وبعذاب الله لخافوا من هذا العذاب، لو كان لديهم يقين بوجود جهنم لخافوا منها وأسرعوا للإيمان بالله. والدليل على ذلك أنهم يوم القيامة عندما يرون هذه النار
يكذبون على أنفسهم ويدعون أنهم كانوا مؤمنين وأنهم لم يكونوا كافرين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فهنا الإنسان عندما يصل إلى يقين أن الله يعلم كل شيء، وعلم الله أيها الأحبة، علم الله هو شيء مكتوب. لماذا؟ لأنه يقيني. أنت متى تستطيع أن تكتب أو تدون شيء؟ عندما تعرف يقينا أنه سيحدث. يعني أنا غدا مثلا سيؤذن الفجر الساعة 5 صباحا، أنا أستطيع أن أكتب هذه المعلومة لأنها يقينية، إلا إذا قامت القيامة. إذن أنا أستطيع أن أكتب هذه المعلومة لأنها يقينية. طيب، علم الغيب بالنسبة لله ليس توقع أو ظن مثل ظننا نحن. نحن نتوقع أن الطقس غدا سيكون غائما أو ممطرا أو درجة الحرارة كذا أو كذا، توقعات. ولكن هذا لا يجوز في حق الله ولا ينبغي، لأنه هو خالق الزمان والمكان وخالق الطقس وخالق الكون وخالق البشر. فالمعلومات كلها عنده في كتاب مبين، كل في كتاب مبين مكتوبة لأنها مؤكدة. ولكن نحن لا نعلم. يعني أنا الله عندما خلقني أنا لا أعلم ما هو مصيري، فأعطاني هذا العقل الذي أستطيع من خلاله أن أرى الخير وأرى الشر. طيب، إنسان يختار الشر، هل هذا ظلم له؟ هل الله ظلمه؟ طبعا بعض المشككين يقولون لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس أمة واحدة كلهم يجعلهم مؤمنين؟ ببساطة أيها الأحبة، أن يجعلك مؤمنا رغما عنك، إذن ليس لديك قرار وليس لديك حرية، وأصبحت مثل أي شيء غير مخير. وهذا طبعا أي إنسان لا يرضى أن يكون كذلك. يعني اليوم الإنسان إذا قلت له لملحد أنا سأجبرك على الإيمان، سأكرهك أن تؤمن بالله، يرفض هذا الأمر. فإذا كيف يقولون لماذا لم يجعل الله الناس مؤمنين، كلهم مؤمنين؟ ببساطة لكي لا يكره أحدا على الإيمان. يعني أنت ابنك تستطيع أن تقيده وتربطه بحبل لكي لا يتحرك يمينا أو يسارا، ولكن هل هذا تكريم له أم إذلال له؟ الله كرمك أيها الإنسان، أعطاك حرية اتخاذ القرار. فأنت عندما تريد أن تكرم ابنك تمنحه صلاحيات، يستطيع أن يسافر، أن يأتي، أن يصرف المال، أن يكسب المال، أن يتصرف، أن يتخذ القرار، تمنحه هذه الحرية، هذه الأمانة. فالله عز وجل عرض عليك الأمانة أيها الإنسان وقبلتها، والدليل أنه لا يوجد إنسان الآن في الكون يتمنى أن يقيد ويكره على شيء. أغلى شيء عند الإنسان حريته الشخصية. واسأل أي إنسان ملحد أو مؤمن لا يحب أن يتقيد، وبالتالي من الخطأ أن يأتي ملحد ويقول والله أنا لماذا أكرهني الله، خلقني مكرها على هذه الحياة. لا، الله خلقك وأعطاك حرية كاملة في الاختيار، وأنت إما أن تظلم نفسك أو أن تنقذها من عذاب الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا أخي الحبيب، خلاصة هذا اللقاء
يجب أن تعتقد أن كل شيء مكتوب عند الله وأن الله يعلم كل شيء. هذا يجعلك مرتاحا في حياتك ويبعث فيك أملا أن تكون ممن كتبهم الله من أصحاب الجنة. في قضية مثل قضية الزواج، بدلا من أن يحتار الإنسان ويندم كثيرا إذا تزوج بامرأة ثم كرهها مثلا، تجده يندم ويبدأ الشيطان يتدخل يقول لو أنني لم أتزوج، لو لو لو، ويفتح عمل الشيطان هكذا، يتعب نفسيا وتتكاثر المشاكل عليه. ولكن إذا قال قدر الله وما شاء فعل، وقال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي آية أخرى عن النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإذا بدأ يغير نظرته وينظر نظرة متفائلة للحياة ويعتبر أن هذا الأمر مكتوب، إذا أراده الله أن يستمر سيستمر، إن أراد الله أن تنتهي هذه العلاقة ستنتهي، فهنا يرتاح جدا. ويبدأ الإنسان في هذه الحالة بممارسة عمله ورزقه ويفرغ تفكيره لأشياء مفيدة أخرى، بدلا من أن يبقى داخل هذه القوقعة، قوقعة لو أنني لم أتزوج، لو أنني لم أفعل، لو 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 أنني كذا. فإذا هنا عندما نعتقد أن الأشياء هذه مكتوبة، ولكن يجب أن نعتقد معها أن الله أعطانا حرية كاملة، لم يجبر ولم يكره أحدا على شيء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب لنا طبعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهنا أنت أمام حقيقة كونية عظيمة جدا، أن كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، كله بيد الله، ولكن أنا علي أن أختار الطريق الذي يوصلني إلى الله، يوصلني إلى مرضاة الله، أجتهد لأحسن رزقي. صحيح الله كتب لي الرزق، ولكن أنا سأخطط وأعمل وأجتهد لأحصل على هذا الرزق. وهنا أيها الأحبة، أنا لا أرى أي تعارض بين أن تعتقد أن كل شيء مكتوب، بالعكس، إذا اعتقدت أن كل شيء مكتوب ستعمل أكثر وستنتج أكثر وستكون سعيدا أكثر، بحيث إذا أصابك شر تعلم أنه مكتوب فلا تحزن كثيرا، تعود وتبدأ من جديد. كثير من الناجحين فشل كثيرا ووقع ثم وقف، خسر وفلس ثم نهض وعمل مرة أخرى وكسب الكثير من المال ثم فشل وهكذا. فدائما هذه المعلومة تعطيك نوع من الطاقة، طاقة إيجابية للاستمرار. لذلك هنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتوكلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.